ماشي اكتب انا عندي فرنسي يحصل لها ماتوريشن مايلو بلاست وريبو بلاست تمام اوكي كده مايلو بلاست يحصل لها ماتوريشن بيكون مشكلات في البروليفريشن اوف ستيم سيل
بيجيني مجموعة من الأمراض بسميها مايلو بروليفريتيف ديس أورجانز، مايلو بحق عظمه. بروليفريتيف يحصل بروليفريشن. بمجموعة من الأمراض كاركترايز يبقى يبقى إيش معنى مايلو بروليفريتيف ديس أورجانز؟ معناته جروب أوف ديزيزز كاركترايز باي ستيم سيل بروليفريشن. يعني هشوف زيادة في البلاد لكل الاليمنتس يبقى يؤدي إلى انكريز تمام النمبر اوف اول ماتيور اليمنتس ماتيور اليمنتس. يبقى هشوف هنا ماتيور هيدول هيزيدوا هيحصل لهم ماتيوريشن هيطلعوا للدم. يبقى هيحصل ايش؟ اليوكوسايتس بتزيد، الاريثروسايتس بتزيد، ها؟ ماشي، البليتريت بتزيد، يبقى كله هيزيد. يبقى المشكلة بروبلم الباثوفيسيولوجي، باثوفيسيولوجي انكريز بروليفريشن اوف ستيم سيلز ويحصل ماتيوريشن. مفيش مشكلة في الماتيوريشن. يبقى بروليفريشن وماتوريشن. يبقى هيزيد الانقسام ده هتطلع حاجات كتير، هتطلع حاجات كتير من دي، هتطلع حاجات كتير من دي. المايلا بروليفريتيف ديس اورجرز مش ضروري الكور بيزيد بنفس النسبة. أحيانا مثلا بيزيد من دول، تاني هيزيدوا دول أكثر حاجة. أو يزيد دول، هيزيدوا دول أكثر حاجة، بس الباقيين زايدين، الباقيين مالهم؟ زايدين. يعني الكور هيزيد بس في واحد منهم هيزيد زيادة عن اللزوم. أوكي؟ يبقى هي مجموعة من الديزيزز كاركترايز باي ستيم سيل بروليفريشن ويحصل ماتوريشن للبلاد إليمنتس والنتيجة النهائية إنه دي كلها في الدم حترتفع. أوكي؟ طيب. مجموعة المايوليفير مجموعة من الأمراض. في اول طيب هنا مجموعه ايه تايبس اوف مايلو بروليفريتيف ديس اورجانز. نمبر 1 يا اما الزياده بتكون ملحوظه في دول، يعني صحيح انه كل زاد بس دي اللي زادت اكثر، دي اللي زادت، دي اللي زادت، ودول زادوا اكثر حاجه، دول زايدين، دول زايدين، دول زايدين بس مش كثير. فهمتم؟ يبقى اول مرض من المجموعه دي بسميه كورونيك مايلوي لوكيميا. كورونيك مايلو دي لوكيميا. يبقى هنا في الكورونيك مايلو لوكيميا هيحصل ديفرنت، هيحصل انقسام بروليفريشن وديفرنشيشن توردز مايلويد اليمنتس اللي هم الوايت بلاد سيلز. يبقى اللي عايزين من يا شباب؟ دي هيكونوا زايدين على خفيف، دول هيكونوا زايدين على خفيف، دول هيكونوا زايدين على خفيف. يبقى كل المايلويد سيريز كل المايلويد هيزيدوا لكن هيبان واضح في الوايت بلاد سيلز. هيبان واضح فين يا شباب؟ في الوايت بلاد سيلز. فالمرض ده بسميه كورونيك مايلويد لوكيميا. يبقى هذا اول نوع من انواع الايش؟ المايلو بروليفريتيف ديس اوردرز كرونيك مايلويد لوكيميا سي ام ال. تمام؟ طيب اثنين من المايلو بروليفريتيف ديس اوردرز انه الكل عايزين بس اكثر حاجه هيكونوا زايدين من الار بي سي بسميها بولي سايثيميا روبرا فيرا. بولي سايثيميا روبرا فيرا. ماشي يا شباب؟ ثلاثة الكل هيزيد بس الأكثر هيزيد مين فيهم؟ هيزيد البليتلتس أو البسخل. هيزيد الإيش؟ البليتلتس دي على فكرة تبع دول. دي يعتبر تبع دول تمام؟ البليتلتس لما تزيد بسميها يا شباب اسينشال
essential thrombocythemia. Essential thrombocythemia. تمام يا شباب؟ يبقى ده النوع اللي بعده. اوكي؟ يبقى هنا بشوف البليتلتس اساسا زائد، هنا الوايت بلاد سيل زائد، يبقى هنا اللي زائد مره من هنا يا شباب؟ الوايت بلاد سيلز، هنا اللي زائد الار بي سيز، هنا اللي زائد من البليتلتس. يبقى هذه المجموعه بسميها ايه؟ ميلو بروليفراتيف ديس اوردرز. احيانا الكور بيزيد ما بقدرش ارجح واحد على الثاني بسميه بان مايلوزيس، يعني الكل زائد، كل اللي على العظم زائد. تمام؟ حمزه ركزوا قليلا. انا جايب لكم الخلاصه، الخلاصه مركزه، اقسم بالله بتروحوا ما بتفهموش بالقدوم. فركز، اطلع لك بكلمه بدل ما تجسي تزني زي النحله. الان انا اقول لك زي النحله شويه وتصبحين ما انت زي النحله، زي الكحشه. فخليك نحله احسن. بان مايلوزيس، بان ايه يا شباب؟ مايلوزيس. يبقى كل الاليمنتس بالتساوي تقريبا هتزيد. خمسه احيانا اللي بيزيد الفايبرس يشوف. مين اللي بيزيد؟ من بول مارو ايش البول مارو؟ خلايا النخاع اللي بتكون الدم زائد فايبرس شو اللي بيعلق هذا في الليفر، الليفر اللي داخل العظم زائد الفات. احيانا اللي بيزيد الفايبرس شو، وبالتالي نخاع العظم بيتعبى بايش يا شباب؟ بفايبرس شو، بسميه مايلو فايبروزيس. مايلو ايه؟ فايبروزيس. مايلو فايبروزيس. يبقى معانا مجموعة من الأمراض، مجموعة من الأمراض characterized by stem cell proliferation، يعني proliferation of blood elements of fibrous tissue. هذه الأمراض بسميها myelo proliferative disorder، وهي تعتبر نوع من أنواع السرطانات، خلوا بالكم. لكن ما توصلش لأنه أكثر من حاجة تتكاثر، فالسرطان دائما نوع واحد اللي يتكاثر، لكن ما دام أكثر من حاجة تتكاثر فسميها disorder، لخبطة، ما اقدرش اقول عليها كانسر، رغم انها هي كانسر تتصرف، دي كلها كانسر تتصرف ككانسر، تعالوا الكيماوي. ماشي يا شباب؟ بس لسه ما يتعبت مايكروبروتيف ديسوردرز، لانه اكثر من حاجه بتزيد وفي ماتيور اليمنتس، يعني كانه مش كانسر، لكن هو في الحقيقه ايه؟ في الحقيقه يعتبر كانسر، يتصرف شغل الكانسر، اوكي؟ طيب ده كرونيك مايلو بروليفريتيف ديس اوردرز. اين المشكله؟ ستيم سيل بروليفريشن. ستيم سيل ايش يا شباب؟ بروليفريشن. طيب نفس الفكره بتحدث في منطقه الليمفوبلاس، اذا برضه زاد الستيم سيل تحولت للليمفوبلاس هيطلع لي ليمفوسايتس كتير قوي، بسميها ليمفو بروليفريتيف ديس اوردرز. ليمفو بروليفريتيف ايه؟ ديس اوردرز. مش وقتها الان. ها؟ ليمفو بروليفراتيف ديس اوردرز، لكن انا ركزت على الحاجه دي. مايلو بروليفراتيف ايه؟ ديس اوردرز. ماشي يا شباب؟ طيب اذا مجموعه دي من الامراض قلنا نخاع العظم هيتكاثر، يبقى نخاع العظم مليان خلايا ولا بقول فاضي؟ مليان خلايا. ديفرنت ماتيوريشن، بلقن مايلو بلاست، بلقن ميتا مايلو بلاست، بلقن برو مايلو بلاست، بلقن المايلوسايت، بلقى الماتيور فورمز، بلقى الكل. ده لو عملتوا نخاع ايه؟ نخاع عظم. طيب لو شفت البريفرال بلاد بتروح هنا في الدم ايش بشوف؟ ايوه ليوكوسايتوزيس. ليوكو ايه؟ مرتفعات كريات الدم الايه؟ البيضاء 50,000 60,000 150,000 100,000. اوكي؟ يبقى ده لو عملت له ايش؟ بريفرال ايه؟ بريفرال بلاد. يبقى كيف اعرف الامراض دي؟ شخص عمل له تحليل دم بقى 50,000 حق الوايت بلاد سيل، 60,000، 70,000، مش طبيعي خالص، مش التهابات، التهابات لحد 20,000، لحد 30,000، بالمره 40,000. لكنه يطلع في الاعداد الكبيره دي، يبقى هنا في ايش؟ في مشكله، بنتكلم عن سرطانات، اوكي؟ يبقى دي المجموعه دي بسميها مايلو بروليفيتيف ديس اوردرز. تعالوا نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر.
كلينيكال بيكتشر. واحد عنده مايلو بروليفراتيف ديس اوردر هيشتكي من ايش؟ نمبر 1 واحد دايما اللي هيزيد هياثر على اللي حواليه، هياثر على اللي حواليه. هو الكل هيزيد في الاول، الكل هيزيد في الاول، لكن بعد فتره واحد منهم اللي يزيد، قلنا ده اللي زاد، ده اللي زاد، يبقى هياثر على البليتلتس، هينقص شويه البليتلتس بعد فتره، هينقص مين؟ الار بي سيز. تمام؟ طيب فبالتالي ممكن يجي بانيميا، انيميا. اثنين الناس دول بيجوا بتضخم في الطحال كبير، هيوج سبلينو ميجالي، هيوج سبلينو ميجالي. ثلاثة تمام، هايبر فيسكوزيتي سيندروم، هايبر فيسكوزيتي سيندروم يعني ايه؟ الدم حقه نزل، يبقى ايش بيحصل له؟ ثرومبوزيس. ايش بيحصل له؟ ايوه يبقى ثرومبوزيس. خدنا احنا الترايات فيركاو ترايات صح؟ الا الفيركاو ترايات كنا يعني العيب في الفلو، العيب في الاوعيه الدمويه، اخذنا الكلام ده. فلما يكون هنا الان العيب زياده في مكونات الدم يبقى بيحصل ايه يا شباب؟ بيحصل له ثرومبوزيس. الانيميا دي بتكون معانا اوكي يا شباب، مع المايلو فايبروزيس، لانه مين اللي بيتكاثر؟ الفايبرس تيشو. فلما يتكاثر الفايبرس تيشو هينقص كريه الدم البيضاء، كريه الدم الحمراء، الصفائح. مين اللي هيزيد بس داخل عظم المايلو فايبروزيس؟ الفايبرس تيشو. امال دول لا، دول نادرا ما يحصل فيهم، بالعكس دول حيكونوا زايدين زايدين زايدين. يبقى لما حلل الدم قد القى انيميا، قد ما القاش، بلقى انيميا في ايه؟ في حالات المايلو ايه؟ مايلو فايبروزيس، مايلو فايبروزيس، ما تقول؟ ايوه. يبقى اذا قد يجي بانيميا، ليش انيميا؟ نخاع العظم كله فايبرس تشو، نخاع العظم كله فايبرس ايه؟ تشو، يبقى هيجي بانيميا. طيب في الباقي لا، في الباقي ما بيجيش بانيميا، بيجي بثرومبوتيك اتاكس، بسبلينوميجالي، كلهم يكون فيهم سبلينوميجالي. قد يجي لك في المسكو الاختيارات، ايش الحاجة الثابتة فيهم كلهم؟ سبلينوميجالي، تضخم الايش؟ الطحال، تضخم، بعدين مش تضخم عادي، تضخم كبير لحد كده. يبقى الأمراض دي كاركترايزد باي هيوج سبلين، هيوج سبلين. متى يكون في أنيميا؟ مع المايلو ايه؟ فايبروزيس. والباقي بيكونوا كثير، في الحالة الباقي بيكون البلاد إليمنتس كثير لو عملت له تحليل. تمام؟ يبقى هذا بالنسبة للايش؟ وايش كمان؟ رقم أربعة ممكن يجي بهايبر يوريسيميا، جاوت، هايبر يوريسيميا. طبعا لأنه نخاع العظم بيتكاثر ويتكسر فبيطلع اليوريك أسيد بكميات كبيرة ويعمل هايبر يوريسيميا ويبدأ يترسب في المفاصل يعمل لك جاوت. يبقى ده المجموعة دي من الأمراض بسميها مايلو بروليفراتيف ديس أوردرز. خلوا بالكم اللوكيميا دي للكرونيك مايلويد لوكيميا تعتبر واحد من المايلو بروليفراتيف ديس أوردرز. كيف تشخص دي؟ بصورة الدم ونخاع الايش؟ نخاع. اوكي يا شباب؟ يبقى دي المجموعة الأولى اللي بسميها مايلو بروليفراتيف ديس أوردرز. تعالوا بقى المجموعة الثانية. المجموعة الثانية، المجموعة الثانية المشكلة الرئيسية حقه انه يحصل الريست، ماتوريشن الريست، ماتوريشن ايه؟ يعني بيجي لهنا وقف او لهنا وقف ما يكملش، دي بنسميها ماتوريشن ايه؟ الريست. بس من المجموعة دي مايلو ديس بلاستيك سيندروم، ديسبليزيا يعني ما قبل السرطان، ها ديسبليزيا، بس عادي ما يوصلش الحال للدرجة اللي نقول عليه ايه؟ سرطان. تمام؟ صور عشان ننسى.
مهمزة. يلا يا إلياس انت اكثر واحد زهقت تخرج. بعد كده خلي الولد اللي جا متاخر ده كل مره عشان يتحرك دمه. طبعا المايلوتس بلاستيك سندروم مش مدرسه ضيعوا تنافيبه لانه مره محبوك مره متعب لكم، وانما زي ما قلت لكم يحصل توقف في النمو عند واحده من الخلايا دول، فبالتالي هيبدا يظهر في الدم. اوكي ايوه. خلينا ندخل على الايش اللي بعده اللي هي اللوكيميا. ايش يا شباب؟ اللوكيميا. يلا اكيوت لوكيميا. اكيوت لوكيميا أكيوت لوكيميا سرطان الايه؟ سرطان الدم. سرطان الدم. بس مش فاهمين رسمة ثانية مش طبعا بس هي رسمة ضروري. اوكي؟ طبعا نفس الفكرة اهو. ده الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيل اللي يسمونه ستيم سيل. ستيم سيل. بعد كده مايلو بلاست أو ليمفو بلاست. صح؟ طيب ليمفو بلاست قلنا معانا نوعين. يتي ليمفو بلاست يبي ليمفو بلاست. ركزوا يا شباب. أي شخبطة هنا لا قيمة ولا معنى. كنت تحسبوها شخبطة عادية؟ لا. مش شخبطة عادية. ركزوا. يبقى معانا تي ليمفو بلاست وبي إيه؟ ليمفوبلاست. ليمفوبلاست قلنا دول هيطلعونا فين؟ للدم. هيطلعوا للدم. دي هتطلع هي في حبكه شويه هتعدي على طايمس. هتعدي على ايش؟ طايمس. طايمس عشان تستكمل الماتوريشن. تمام؟ بعد كده تطلع ماتيور تي ليمفوسايت. ليمفو ماتيور تي ليمفوسايت. تي ليمفوسايت يبقى هنا لازم تعدي على الثايمس. امال ليه؟ هتروح للليمف نودز. هتروح للليمف ايه؟ للليمف نودز وتعمل بي ليمفوسايت. بي هنا ما تحتاجش ثايمس. بي ليمفوسايت. طيب خلصنا من دول. تعال على دول. تمام؟ مايلو بلاست. اوكي؟ مايلو بلاست كنا قد برو مايلو سايت بعدين مايلو سايت. انا ما عندكمش البرولا في 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 خليكم عادي افضل. عندكم بلاست يعني البرولا ولا ايش؟ بلاست ولا سايت؟ لا سايت. خليها سايت. خليها سايت. برو مايلو سايت بعدين مايلو سايت بعدين ميتا مايلو سايت. اوكي بعد كده بيحصل لها ديفرنشيشن الى بوليمورز للنيتروفيل. بيكونكم النيتروفيل ولا بوليمورز؟ نيتروفيل بيزوفيل وايش يا شباب؟ زينوفيل للمجهول. ها؟ ويني؟ صلح صلح اللي دي الصح دي الصح. يبقى مايلو بلاست بعدين ما ينفعش سلام جروب مايلو بلاست قبل المايلو بلاست من المايلو بلاست يبدو. ها؟ لازم تفهموا انجليزي لازم تركبوا. ما ينفعش يعني لو هقول هقول جروب مايلو بلاست بعدين نروح مايلو بلاست فهمتم؟ لكن هنا مايلو بلاست جروب مايلو سايت. مايلو سايت. ميتا مايلو سايت مع بعض المايلو سايت. اوكي يا شباب؟ صلحوا الرسمه الاولى تمام؟ اوكي. وذول بقى يطلعوا هنا خلاص يطلعوا للدم نيتروفيل نيتروفيل بيزوفيل
ايش؟ يوزينوفيلز. يوزينوفيلز طيب. بعدين تروح هنا مونوبلاست. مونوبلاست تمام؟ بعدين ايش يا شباب؟ مونو سايت. لا فين بيطلع؟ للدم. مونو سايت. بعدين اريثرو بلاست. بعدين اريثرو سايت. هتطلع لها فين؟ للدم. اللي هي الابيسيز يعني. الابيسيز. ادروسايت. الابيسيز. بعده؟ ها؟ ايش؟ ميجا ميجا كاريو بلاست. ميجا كاريو سايت بليتلتس. بليتلتس اللي هتطلع على فين؟ دم. بليتلتس. كلام المناسب ولا المناسب؟ سهل ولا مش سهل؟ مش سهل. الان تمام. بقول لك خلوني الصورة. اوكي ده سيو. نفس الفكرة بالنسبة لي تمارين البرورة نفس الفكرة. فهمتوا؟ بس الآن التسمية كل واحدة في مكان الايش؟ الصحيح. اوكي يا شباب؟ طيب. يبقى دي الترتيبات اللي بيحدث. بس لكم برسمة عشان تذكروها في البيت. اوكي؟ دي بيجي شكلها كده اهو. كلها نواة. اوكي؟ بعد كده البرو مايلو هيكون نفس الفكرة كده. والنواة هي كبيرة. هنزود عليها جرانيولز تمام. بعد كده هنا تبدا تختفي شويه الجرانيولز تختفي شويه تصبح اصغر شويه. ميتا مايلو هيبدا النواه تتحطف كده وهنا شويه جرانيولز. اوكي بعد كده انتم عارفين الاشكال دول اللي هم دي النيوتروفيل دي البيزوفيل اس شيب ودي الايزينوفيلز اللي هنا ظاهره. اوكي تمام اوكي هنا هيبدا كده النواه كلها كبيره كده. بعد كده تبدا تصغر شويه اهي. بعد كده تبدا تطلع للدم. هنا الاريثروبلاست بتكون كده اهو موجود في النواه وقتها كده سنترال وفي شويه سيتوبلازم حواليها. الاريثروسايتس بتبدا كده ار بي سيز اهي المنظر اللي انتم عارفينه. ميجا كاريو بلاست بتكون كده خلايا ضخمه خلايا ضخمه كده خلايا ضخمه من بعضها مفصفصه. بعد كده بتبدا تتفصفص اكثر اهي تبدا تتحول لك لايه؟ لميجا كاريو سايت. بعد كده بيعمل لك بليتلتس صغيره والبليتلتس بتطلع لها فين؟ للدم. ماشي يا شباب؟ يبقى ده التطور. نيجي الان نشوف الان ايش؟ الاكيوت لوكيميا. ايش المشكله؟ خلوا بالكم الاكيوت ايش؟ لوكيميا. الاكيوت لوكيميا يكون مشكله في ايه؟